النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزل منزلا، يعني أي منزل ينزل فيه الإنسان، سواء في غابة، في جبل، في بحر، في بيت. نعم. فإن الرسول الله عليه وسلم قال من شغلها تنميتشا دقيقة خينا تخلي لي لم نشخلي لي من خميتشا دقيقة خينا. ماذا يقول؟ هو يقول دعاء مختصر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني يقول هذا الدعاء. إذا قال هذا الدعاء لا يضره شيء، لا من البشر ولا من الجن ولا من الحياة، العقارب، الحيوانات. نعم. خليلي أدمخ دولشتوزية يجنش دولشتوزية يتعاقر ويشغ دولشتوزية.